جايبينها من الهوا. ما في دراسات تدعم هذه الامثال. في مثلا الدراسه اللي معانا النهارده ان علماء النفس والاجتماع اقروا ايه بقى؟ اقروا ان الخيانه من طبيعه الرجل وان 67% من الرجاله خاينين. يا ريت نعرض الدراسه قدامنا على الشاشه. اهي اتفضل. 67% اتفضل اهو. اما بقى قدامك اهي واحنا اللي جايبينها دي كمان بقى 67. علماء الاجتماع بقى كانوا اكثر كرما. ليه بقى؟ فضالي. كرمة هم الاجتماع غير بتوع النفس. طب قولي بقى. قالوا ايه بقى؟ زادوا من الشعر بيت وقالوا لا مش 67% ده 99% من الرجالة خاينين بين قوسين ما عدا الشيف حسن. انا اللي من 1% الباقي اللي هم الاخوه بتوع الاجتماع ما جابوش سيرتي. ما انا بقول لك الحمد لله بين قوسين الشيف حسن. انا عارفه طبعا. العلماء دول كمان ما قالوش النسبه دي بس يا شيف حسن، كمان حددوا الاوقات المثاليه اللي الراجل بيروح يخون فيها مراته. حددوا نسبه يعني اوقات مواسم ولا ايه؟ في اوقات مواسم ولا ايه؟ لا اوقات اكثر عرضه ان هو يخون مراته. بالظبط. اللي هي ايه بقى؟ هقولها لك بقى. ركز معايا، مش عارفه بقولها لك ليه، انا كده بغششك. لا لا بس هنشوف هو يعني في الاوقات دي ولا لا. ماشي. كل نقطه تقولها تقول انا او مش احنا. الكلام ده مش مسلم بيه بس الاغلبيه كده. احنا ده مش مسلم بيه يا جماعه، الاغلبيه زي ما الدراسه قالت. الخمس اوقات دي اللي هي بعد ما بينتهي شهر العسل. بيخون على طول بعد شهر العسل؟ ده قادر والله. تخيلي يا بنتي لسه مش بقول لك حدلي على سلامتك وربنا يهديكي. قادر ده يبقى قادر. وبعد ولاده اول طفل طبعا، بس انت تبقى مشغوله مع البيبي. هو عايز يجيب العيل وفي الاخر بيخونها بعد ما تجيب. هي بتنشغل مع الطفل وهو يروح بقى يلعب بديل. طب ما تاني طفل بتنشغل مع الطفل. ما بيلعب بديله برضه. لا حول ولا قوه. مستني. ولما يكون متضايق بقى في شغله. ايه ده التالت بقى؟ ايه التالت؟ لما يكون متضايق في شغله. مخنوق. مخنوق. يخون. يخون. مش يروح لحضن مراته. لا بصي الاسوأ بقى. ايه بقى؟ لما يترقى ويزيد مرتبه. حالة تحلاوه. العب يلا. عتبة جديدة. شفت؟ يغير العتبة بقى. تقومي تدعي عليه ان ما يزيدش مرتبه. علشان هيخونك. لا او تصرفي مرتبه. قصقصي. على طول. قصقصي. ايوه طلباتها تزيد. تمسكي النصحة وزودي طلبات بقى لما مرتبه يزيد عشان ايه؟ ما يزيدش القرش. بس لما يتضايق يخون ليه؟ ما يروح يحضن مراته. بصي بقى ده في حاجة بقى اللي مثبتة والأغلبية. ايه بقى؟ لما بيبدا في سن الخمسين. طبعا. ده المراهقه المتاخره معايا. انا ده. الحمد لله ما فيش اي حاجه من اللي انت قلتيها مطابقه عليا. انا لسه بدري على الخمسين ده، ومخلص شهر العسل من زمان. لسه بدري على الخمسين. والطفل جه دلوقتي كبير في الجامعه ومش متضايق في الشغل ومرتبه ما بيزيدش. لا لا بيزيد من ناحيه مرتبك فبيزيد. على فكره انت كل الخمسه دول بينطبقوا عليك. انت لسه مكمل 43 ونص. ولا واحد. يعني انت عندك 43 ونص يعني كده 41 كده. والشعر الابيض ده ايه؟ لا الجمال. لا سابهم مثلا. مثلا رز. رز. طب انت لا بشكل بجد بشكل حقاني. انت لك اصدقاء رجاله اكيد كتير. طبعا. الخمس حاجات اللي لميس قالتهم فعلا بيحصلوا مع الراجل ولا لا؟ لا يعني لا. لما بيجي له فلوس اكتر يخون ولا لا؟ لما يبقى في الخمسين المراهقه المتاخره، لما يحصل له مشاكل في الشغل، بذمتك كده خالص؟ ما اعرفش خالص، ما عنديش اي معلومات عن دي. اسم الله عليك. انا مش هتكلم غير في فضول المحامي بتاعي. تتحسد. كلمونا لو سمحتوا، عايزين محامي هنا يقف هنا يبقى هو الحكم الرابع بينا. المحامي بتاعي يتكلم. طب بص يا سيدي، لميس قالت ايه اكتر المواقف اللي ممكن الراجل يتعرض فيها للخيانه ويضعف قدام الاغراءات الجديده اللي ممكن يتعرض لها؟ طبعا ما بيبقى الخيانه نادرا بيكون قرار، هو بيقع كده في الفخ، فدايما نقول ايه نبعد عن الشبهات او لما